الله بالجانب الايمن اسعار المولدات فوات مره مرتفعه. ايه واكو ناس ما عدا حق مولده. والله سعر الامبير ب 14 14 ونص بعض مرات، ولي حد لا ما يعني يثبتون على شو اسمه على رقم كلها 14 وفوق 15 و16. انا عندي 14 امبير. 14 امبير؟ ايه مال الدكان ومال شو اسمه. قد تدفع بالشهر؟ تقريبا 120 هناك. 120 هناك؟ تاثر عليكم؟ اشياء ما تاثر، هاي حق ايجار المولدات وايجار الدكان والعالم ما عنده. شو طالبوا منكم؟ والله طالب المحافظ وطالب المسؤولين مسؤولين المولدات يرجعوها على الامبير ب 50 على الاقل، الواحد ما عنده من يروح يجيب، هاي العالم كله تعبانين. اصحاب المولدات مع الاسف يعني ما يعني انا اقول خلي شويه الله بصدقهم، هذا مثل قديم يقول خلي الله بصدقهم، يعني احنا المنطقه القديمه احنا بحاجه الى ماده، بحاجه الى مواد، بيوت اكثر خراب. هذا من يجي ياخذ مثل ما ياخذ مذاك الجانب من الاحياء السكنيه تختلف يا اخي. شويه قللوا من الاسعار واضبطوا اسعاركم، اذا انتم منو لجنه؟ انت تجي اللجنه عليها تقول لهم يابا من انتم؟ كل واحد عنده مولد ومولدتين، فهو هذا باللجنه ايش راح ينزل السعر؟ ايش سعر الامبير اخذ منكم؟ ها؟ ايش سعر الامبير اخذ منكم؟ والله نحن ست عن السنه 14 يقولون 14 ونص على اساس. ايه جاي تاثر عليكم؟ ايش ما تاثر؟ اللي عنده 5 امبيرات هذا او 4 امبيرات هاي يعني فوق 50 ل 60 الف دينار. او كل ناس ما عنده رواتب، ما عنده اشغال، وهذا تصعب عليه مال الشغله. فهذا لازم دعم من الحكومه للمولدات. يا يصلحون الوطني، يلغون المولدات يصلحون الوطني. كم امبير ساحب انت؟ 6 امبيرات 42 الف. 42 دفعت؟ ايه. تاثر عليكم؟ اشو ما تاثر، احنا بطالين. فاللجنه المولدات المفروض ينظرون بقضيه الفقير، الناس تعبانه، المفروض يلغون المولدات، الوطني يلغوها، الوطني. يزيدون الوطني ويلغون المولدات، لان الناس ما عندها تدفع. تسلمت انا حق المولده 42 و750 ما 3 امبيرات، انا دكان عندي لا بيع لا شراء، شارع فارغ. ايه اقول له يابا اشتي، يقول لي هذا وهذا سعر المولده 14 ونص سعر الامبير، ايش عندنا؟ وبقال لا بيع ولا اشتري قياده صن. ايش ما تاثر؟ يقول ما سلمونا غاز، اخذوا من المواطنين حق الغاز. بهالعباره رسالتك توجهها للمسؤولين؟ المسؤولين ايش اودي رساله؟ ما يشوفون ما يضحكون على المواطنين. والله 14 ربع كثيره، واحنا ناسين ما عندنا، ونريد لجنه من المحافظ من غير قائد عمليات يجي سعرنا المولدات. تاثر عليكم هاي الاسعار؟ شلون ما تاثر علينا؟ قاعدين عطالين بطالين، الله وكيل. والله نطالب من سيد المحافظ بان يقلل الاسعار. لان كثيره 14 ربع كثيره والله. كم امبير ساحب؟ والله انا صاحب 4 امبيرات ادفع فوق 60 الف. تاثر عليكم؟ هالشو ما تاثر علينا يا اخوي، قاعدين عطالين بطالين، والله ماكو شغل.